السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنحاول دلوقتي ننزل برنامج أريز أركتيك أو أريز، يعني نزوله شوية بيكون يعني مركب، يعني مش سهل نزوله شوية، فيه مشكلة. أريز طبعا هو برنامج عشان بيفيد في مجال الأعمال في التوصيف الإحصائي أو عن طريق بعض الأشكال الفلوت شارتس والأشكال الإحصائية والبيانية في توصيف اي سيستم عمل او بروسيس عمل، عملية او نظام. طيب عملنا سيرش على ارز، فبنلاقي شوية نتائج. هناخد النتيجة اللي فيها ارز كوميونيتي، هنفتحها ايه، ومن بره كده بنشوف اريس كوميونتي از بي بي ام كوميونتي اوبن فور اول ديسكشنز امونج تول اند يور اكسبرتيز ويز ذم، يو كان شير نوليدج نتورك ويز اذر اكس الى اخره. هو كوميونتي وجامعه، والقصه هنا ان السوفت وير او الحل اللي هو بيتقدم ده اللي اسمه اريس جزء من حل كبير. يعني القصه مش قصه مش قصة بس برنامج. يعني خلينا نفتح حسابي على جيميل عشان هحتاجه أكتر من مرة الحقيقة في موضوع تأكيد البيانات والحاجات دي. طيب، طب جميل. هاجي دلوقتي أعمل خش كده ألاقي شوية حاجات، منها مثلا ايه ساين ان او جوين ناو. هعمل جوين ناو جوه تسجيل جوه مجتمع ارز ده. ايه اليوزر نيم مثلا؟ هقول له امير، اخليه 2021 مثلا. هنقول بكلمة واحدة كده كفاية، ملازقة في بعضها. يعني الايميل ادرس هكتب الايميل اللي انا هسجل بيه، كونفيرم ايميل ادريس مرة تانية. ممكن اخد كوبي بيست هنا، اي ام نوت روبوت، ده الفاليديشن يعني. تمام. طيب هل ادوس كرييت نيو اكونت؟ لا استنى، اروح على بيرسونال انفورميشن. مستر، انا مستر طبعا، فيرست نيم امير المنفلوطي، كنت مسجلها قبل كده امير، فيرست نيم لاست نيم المنفلوطي، اورجنايزيشن مثلا انيميتد ايا كان، امير المنفلوطي. ده تويتر اكاونت نيم امير المنفلوطي. فيسبوك بروفايل يو ار ال ممكن اجيبه برضو من الفيسبوك. مش متذكر الحقيقة كان بيجي منين الرابط. أنا ممكن أحاول أكمل تسجيل من غيره، لكن أنا طبعا ممكن أخش أبحث بقى إزاي أقدر أجيب رابط الفيسبوك. تعالى أجرب أخد الرابط ده اللي هو موجود ده وأحطه مثلا على أي براوزر تاني، أشوف هيقبل ولا مش هيقبل، زي مايكروسوفت إيدج مثلا. لو قرا يبقى خلاص، يبقى هيمشي، هيبقى عام. مش عارف الحقيقة، مش متأكد. ف طيب خلينا نكمل عادي من غير فيسبوك بروفايل ولينكد ان بروفايل، نجرب كده نكمل عادي. سيلكت فاليو، طبعا اعتقد ان اللي عليه علامة الاستريكس دي، ده اللي هي اللي لازم تتعمل.
يعني واخدين بالكم قصدي ايه؟ انا حتى ده ممكن الغيه اصلا. احنا كنا بنتكلم في يعني العلامات الحمراء دي هي الحاجات اللي لازم تو بي فيلد، يعني ان الدولة ابوت يو، لو انت عايز تكتب كلمة عن نفسك مش دلوقتي خلاص تمام. اكسبتنس اوف ار اس اكسبتنس اوف يوز، طبعا لو حابين نقراها نقراها تمام. اي ام نوت روبوت، خش في اخر، ما بدأش ما استعجلش وادوس على كرييت نيو اكونت. برايفسي سيتنج، ابير ان ممبر سيرش، لو حد جوه مجتمع اريس دور عليك يلاقيك ولا ما يلاقيكش عادي يعني لاقيني. يا سلام. فيو يور نيم تايتل اند اورجانيزيشن، عايز ايه؟ كوميونتي ممبرز بس، ما فيش اصلا غير اختيار واحد. فيو يور ايميل ادريس، عايز الناس تشوف الايميل بتاعك لو حبيت تبعت لك حاجه. كوميونتي ممبرز ولا اونلي مي؟ ماشي كوميونتي ممبرز. فيو يور كونتري، عايز الناس تعرف بلدك ولا لا. كوميونتي ممبرز ولا اونلي مي؟ لا كوميونتي ممبرز عادي، يعرفوا ان انا من مصر مثلا مفيش مشكله. وخلاص كده، فنقول كرييت نيو اكونت. بيقول لي ذا نيم امير 2021 از اوريدي تيكن. طيب تمام، هنا ممكن ابدا اغير فيه، خليه امير 2022. بيرسونال انفورميشن، على اي تحفظ مفيش، فخلاص كده تمام. دي بالنسبه لها مفيش مشكله. نشوف كده على برايفسي سيتنجز في مشكله مثلا. لا مفيش، خلينا اي ام نوت روبوت تاني وكرييت نيو اكونت ونشوف. further instruction has been sent to your email address، كده اتبعتت. attention gmail او جوجل ميل users، if you don't receive confirmation email check your spam folder. دي مهمة جدا، ان دلوقتي خلاص هو كده الحساب خلاص، هم قبل الخطوات الاولى في الحساب. خلينا نخش على الانبوكس بتاع الايميل، فهتلاقي ان مفيش ايميل وصل، وتقعد تريفرش مفيش. هو قايل لك هنا هتلاقيه في السبام. طب السبام موجود فين؟ تعال ننزل كده تحت شويه، فهنلاقي في بدل انبوكس وستارد وسنوزد والكلام ده، هتلاقي حاجه اسمها مور. نفتح المور كده وننزل ننزل ننزل، هنلاقي السبام اهو. لو فتحنا السبام هنلاقي فعلا ارز بي بي ام كوميونتي بعت لك رساله. بمجرد ما هتيجي كده مثلا وتقول له، تتعلم عليه كده تقول له نوت سبام نوت سبام، خلاص كده هتلاقيه خفاه من السبام. ولو رحت دلوقتي على الانبوكس هتلاقيه اتحول للانبوكس العادي. وبعد كده اي رسالة اي رسالة جاية لك من ارز هتبقى في الانبوكس على طول، خلاص هو اعتبر ان هو مش سبام كده. نخش نشوف الرسالة اللي جاية. ارز كوميونيتي، تمام. Dear Amir, thanks for signing up. شكرا ان انت بقيت معانا. We are excited to have you on a board of the most active PPM community of the world. PPM يعني business project management community of the world. You are one step away from your account with full access to the community and our content. تمام خلاص. ايه بقى المفروض هعمل دلوقتي؟ اللي فاضل لي ان انا اقول له اكتيفيت يور اريس كوميونيتي اكونت، فما ادوس عليه تمام. انت كده فاليديت الحساب بتاعك. This is one time login for امير 2021 and will expire on لغايه 16/8. Click on the button to log in to the site, change your password so you can use only once. يعني ده لوجن مؤقت، عايزه يبقى لوجن دائم بقى، فخلاص هو هنا لوج ان، فهيبدأ يدخلك على يعني ويندو جديدة تحط منها بقى الباسورد. قال لك بيأكد عليك الايميل بتاع حضرتك اهو، الباسورد ايه اللي حضرتك هتشتغل بيه. فانا هبدأ احط باسورد تمام. فبيقول لي ان جودتها مقبولة، كذلك احط باسورد هنا، بكررها مرة تانية طبعا. باسورد ماتشز، يس ماتشز للي قبلها. ايه اللي بيخلي الباسورد اقوى؟ انك تحط لور كيس لتر وابر كيس لتر، كابيتال وسمول يعني. اد بنكوتويشن، حط
في بعض الباسوردز بتقبل انك تحط فاصلة وحاجات زي كده وعلامة الدولار او الات او حاجات كده، في او النقطة، وفي بعض ال في يقول لك ابلود بيكتشر. وما دام احنا اتفقنا ان ما دام ما فيش علامة يعني، لا هو كل ده مطلوب الحقيقة، كل ده هيبقى مطلوب. فعايز تضيف صورة يقول لك خليها 512 بكسل في 512 بكسل، يعني عدل الشغل بتاعك. بس انا كنت مجهز صورة على الفوتوشوب او على اي برنامج دي جايبها يعني. طيب لسه هظبطها تبقى كام؟ عشان تبقى كام هو مش هيقبلها غير ما تبقى 512 بكسل 512. هفتحها كده على فوتوشوب او اي برنامج يعني، ممكن اديت على برنامج حتى بينت يعني، مش قصة. بس خليني عشان انا متعود على الفوتوشوب شوية في شغلي. اه برنامج فوتوشوب برنامج يعني جرافيك متخصص، انت مش مطالب انك تظبط الصورة عليه يعني، انت ممكن تعمل ده باساليب كتير. اي برنامج اديت للصور ممكن تعمل ده من عليه. انا هجرب حتى ممكن كده من باب العلم بالشيء، ممكن اجرب اعمل ده على فوتوز. مش عارف في تول جوه فوتوز اللي هو البريفيو، بريفيور العادي يعني. هنشوف. هبص دلوقتي يمكن الاقي حاجة تنجز لي الموضوع ده. الاتنين مع بعض مع التسجيل هيبقى الأمر صعب شوية يعني. خليني أشتغل على الفوتوشوب وخلاص، لما يحمل أصلا مع التسجيل والحاجات التانية بتبقى الأمر صعب شوية. هقفل بس الكريتيف كلاود يخفف شوية الضغط. اعتذر عن التول ده، تعالى نسحب الصورة كده جواه. ممكن نعملها من اوبن، مفيش مشكلة، من اوبن نتيجة واحدة. وهروح على قائمة image، image size 512 في 512. هي ممكن تبوظ لي شوية أبعاد الصورة، هنشوف شكلها يبقى طالع ازاي. يا ماشية، مقبولة مقبولة، اوكي تمام. هعمل حفظ للصورة، سيف كده. بقت الصورة بالنسبة لي اما اجي اقف عليها كده حتى هتبقى 512، اي دايمنشنز 512 في 512. ممكن حتى اديلها اسم عشان يعني ما تبقاش اسمها متكود كده، وهروح انادي عليها جوه تشوز فايل اهو، وروح خدها على جوه البروفايل. دي زي ما هي خلاص، فخلينا نكمل كده ونشوف. سيف. تمام. The specified file Amir couldn't be uploaded the file كذا exceeding the maximum file size of 150 كذا. طيب هو عايز ان الصورة تبقى، معلش احنا ماشيين مع حاجة حاجة عشان من هو عايز الصورة تبقى 150. تعال نقف كده عليها، هي دي فعلا 167 كيلو بايت. هو عايز الصورة سايز اخر حاجة تحت عايز، هو عايزها تبقى 150 يعني شوية. انا شايف هي بصراحة ارز في مشترطاته شوية معقد الامور، بس هو دايما لما حد بيعقد الامر كده بتعرف ان يعني هو عايز ناس معينة اللي تتعامل معاه.
ناس شوية تبقى عندها مهيئة انها تتصرف في ظروف مختلفة، عندها درجة من الثقافة معينة. فطبعا ده ما استنى اني قفلت الفوتوشوب فعشان ارجع افتحه تاني، فانا ممكن اتجاهل اصلا الصورة في الوقت الحالي، هقوم اجرب اتجاهلها اشوفها هيقبل ولا لا، فاقوم 9876543210 كنت عامل باسورد كده يعني. واجرب كده اكمل من غير صورة خلاص، اشوفه هيقبل ولا مش هيقبل. The changes have been saved. هو اعتقد كده ممكن كمل من غير حاجة، مديني حاجة اسمها 25 بوينت، وده اعتقد ده نظام جوه الموقع. اليوزر نيم بتاعي امين2020 بيديلك الحاجات الرئيسية دي. هنقفل التابة اللي كانت مفتوحة في الاول بقى، ان خلاص دي خلاص كده. هو ده انا جوه AE، بياخد اول اختصار امير المنفلوطي AE، وتبقى دي كأنها بروفايل بيكتشر ليك مؤقتا. هنبدأ نتكلم بقى على البرامج. هنروح على حاجة انا اسمها Ares Basic، تمام؟ فهنا هنبدأ نتكلم انت عايز Ares Basic، فتمام ده اللي هو بيعمل بروسيس موديلنج للشغل بتاعك، وبتلاقي فيه 3 حاجات: Ares Basic و Ares Advanced و Ares Enterprise، تمام؟ خلينا عشان هو بيديلك فري ترايل الأول تجربها لل Ares Basic، وكذلك للادفانسد، وكذلك للانتربرايز ما بيديلكش ليها ترايل فري ترايل، تمام؟ وطبعا في مقارنه الى اخره. خلينا نبقى فاهمين كده ان ده اب تو 20 يوزرز لو مش عارف ايه. فخلينا نجرب الايرس بيزك. خلينا نتكلم في البيزك دلوقتي، هنقول له فري ترايل، هنسيبه نشوف كده هيودينا على فين. لغاية دلوقتي ما وصلناش غير الايميل واحد، الايميل الاولاني بتاع بس الفاليديشن بتاع هنبدأ بقى نتكلم. يقول لك Ares Basic 13 days 13 day 30 day free trial، بيبقى 2 designers 5 viewers. ده الشكل البسيط. هتقول انت بيرسون ولا كومباني؟ هقول انا بيرسون. مثلا بلاقي الاختلاف اللي حصل انه بيانات بتختلف، انا بيرسون. ايه الايميل بتاعك؟ تمام، فبتكتب له تاني الايميل بتاعك، الكونفيرم ايميل بتاعك، اعتقد ده ايميل بديل يعني، ايميل بديل ليك. خلينا نحط نفس الايميل عشان ما يحصلش لخبطة، ونشوف هو هيعمل ايه. حط نفس الايميل في الحالتين. الفيرست نيم بتاعك ايه؟ اللاست نيم بتاعك ايه؟ العنوان، المدينة، الزايب او البوستال كود بتاعك. طبعا انت ممكن ببساطة بسيرش بسيط تعمل يعني مثلا ايه، تكتب ما تعمل سيرش على مثلا زايب كود مثلا كي اس اي مثلا جدة، مش عارف بتتكتب ازاي، جدة جدة اهي مكتوبة اهي. فيكتب لك مجموعة من الزايب كودز اللي خاصة بجد، ممكن تاخد أي واحد فيهم حسب. لو أنت عايز تحدد بقى المناطق أكتر هتعمل سيرش فيطلع لك مين ده بتاع إيه بالظبط وده بتاع إيه كده يعني، فتاخد واحد منهم. ده اسمه مثلا، لما دوست على ده اسمه خالد ابن الوليد، ده مثلا مابو في سعودي، بوستال كود جدة حتة معينة، فبيوريك ده فين بالظبط، حتى في السايت ماب بتاعه يعني، في الماب فيو بتاعه، تمام. فانا بالنسبه لي مثلا الرقم ده كنت قبل كام سايبه، فهو يعني نزلها لي. البلد ايه، الجوفرنت ايه، المحافظه يعني. بروجكت روم نيم، هتسمي البروجكت روم نيم بتاعتك ايه؟ ممكن اسميها بالنسبه لي انيميتد مثلا. الهوستنج ريجون يوروب ولا يو اس اي ولا استراليا؟ هو عندهم 3 مناطق اهتمام، اوروبا وامريكا واستراليا، فانا ممكن اخليها اوروبا. Yes, I have and agree to software EG's term condition. تمام. I confirm that I acknowledge and accept the terms of data processing agreement إلى آخره. لا، وأنا طبعا عندي وقت فهقرا ده بالتركيز وأفهم
تمام. احنا طبعا اغلبنا بيبقى الى حد ما يا اما قاري قبل كده، يا اما عنده فكرة، يا اما يعني بيمشي الدنيا وخلاص، اجري وخلاص، اكسبته وخلاص كده. احنا دخلنا خلصنا اول نقطة، دخلنا على confirmation and payment. طب بيمنت ايه دلوقتي؟ انا دلوقتي ما مش هدفع حاجة، انا بعمل ترايل، فهو يعني بيأمن عليك، بياخد منك بعض الداتا عشان ان كيس انت خلاص الموضوع عجبك، فانت بتكمل بعد كده النسخة بقى، بتشتري النسخة اللي هي النسخة اللي هي من ايه، العادية. طيب جميل، تعالى نكمل عادي بقى. place order تمام، بيراجع معاك البيانات، processing order، بص كده على الايميل هل وصل اي حاجة جديدة لغاية دلوقتي؟ ما وصلش لغاية دلوقتي. thank you for order، order number كذا، هو انا order ده غير مدفوع، لسه ما دفعتش فيه فلوس، هيبقى واحد ايرز بيزك 30 دايز، ده بيصلح لاتنين مصممين وخمسة فيورز. توتال برايس لغاية دلوقتي من غير فلوس لانه ترايل. كونتاكت ديتيلز لو انت عايز شوب ايرز كلاود الى اخره. كليك هير فور مور انفورميشن ريجاردنج يور بروسيس، لو انت عايز تخش على تفاصيل اكتر. we have sent to order confirmation، انا ببص بشوف اهو، اه وصل اهو، انا عمال ابص في المرحلة دي. انا هقفل، انا بحب اقفل اللي ملوش لازمة خلاص، شكرا دي ممكن اقفلها. اقول لك we have sent an order confirmation to Daily Bertrus، please check your inbox in a few minutes، spam junk food. خلاص انا بما اني عملت حركة not a spam، اي حاجة جاية لي من ايرز مش هتبقى سبام، فهتتحط لي على طول في الايه، في الانبوكس. You can check the details for your orders, invoice and license by accessing your my account. My access my account. تمام. تعال نخش كده نبص ايه اللي هيحصل. عندنا Ares Cloud Payment your order كذا. Dear Amir Manfrodi, thank you for order كذا arescloud.com. We received your كذا فلوس اللي هو ما فيش يعني. You charge your bank الى اخره. وده الايميل لو انت عايز حاجه. بيلينج انفورميشن كذا، سبورت انفورميشن، نيد تكنيكال سبورت لو محتاج دعم فني. فور يور كويشن اباوت هاندلنج بليز يوز اريز كلاود سبورت فورم، ان كيس يو هاف ا بيد سبسكريبشن يو كان اولسو كونتاكت اريز سبورت تيم فيا سوفت وير كذا. نيد اوردر سبورت يوز ماي اكونت تو ايزلي مانج يور اوردر الى اخره. فانا هسيب المعلومات دي كده، ممكن ارجع لها تاني كمان شويه. فده اول ايميل جالي دلوقتي اللي هو بيديني تفاصيل. ده في حاجه اسمها تو شيك اوت سوفت وير، تعال نبص بقى. فده بيقول لك ثانك يو فور اوردر، تفاصيل الاوردر بتاعك، وبرده السبورت انفورميشن موجوده لو انت عايز تستعين بيها، ممكن اخدها من هي نفس دي هي دي. فخلي السبورت انفورميشن دي قدامي، ممكن ارجع احتاجها يعني. خلاص انا قلت له من فضلك دخلني على بتاع، فهخش بقى ايه، هقول له عايز ادخل ب، عندك حاجتين ممكن تدخل بيهم، الاوردر نمبر اللي هو ده يعني اللي هو ده، تاخده كوبي وتخش بيه اوردر نمبر هنا، او الايميل ادريس، يبقى تقدر تخش بده او بده. الايميل ادريس بتاعك اللي احنا دخلناه سند اكسس لينك، شيك يور ايميل. هنبص تاني على الايميل، ننتظر فنلاقي اهو، هي كده اتبعت مرتين انا اللي ما... لا خلاص، لا هو الاخراني ده بقى تمام. هيقول لك يو هاف ريكويستد تو اكسس ريكس ويب مش عارف تو شيك اوت مش عارف ايه، تو لوج ان فولو ذا لينك بيلو، ذيس لينك فاليد فور 1 اور سينس يو ريكويستد ات مش عارف ايه. يلا هنبدا نخش كونتينيو، فهلاقي دخلت جوه مجتمع ارس بقى كلاود. شكرا. طريقة معقدة شوية، لفة كتير،
الاوردر بتاعك هو الرقم الفلاني، تفاصيل كتير فيما يتعلق بالدخول على مجتمع ريسك كلاود. اكتفي بالفيديو ده دلوقتي واخش نقفل عند كده، وهنبدأ بعديه بقى نشوف هنعمل ايه جوه اريز كلاود. تمام، طيب هنقفل كل التابات بقى الخاصة بأرز، ونبدأ هنلاقي هو بعت بس بعد شوية كده ايميلات تانية على الايميل بتاعي. وطبعا بلاحظ ان كل شوية بعت ايميل، هو طريقته دايما اعمل ايميل ويروح من. طيب عندنا مثلا ارز ماركتنج، ده ايميل اسمه ارز ماركتنج ستارت ناو ويز ارز بيزك جيت ستارتد ناو مش عارف ايه، وبيديلك فوريوم للارز بيزك توتوريال. حلو، ده نبقى نرجع له. وارز كلاود بلوج جيت ستارتد ناو، هيبدأ يفتح لي الارز، هتلاقي سيلكت بروجكت روم، هلاقي انيميتد اللي انا كنت مسميه انيميتد 2، كنت قايل له انيميتد غيرها خلاها انيميتد 2 مش مشكله. هلاقي بدأ فتح لي. ساعات الايميلات دي بتتأخر، يعني بعد الخطوات اللي فاتت ممكن الايميلات استنى بس اما ارز ماركتنج ده يتبعت واخش منه بقى على جيت ستارتد عشان نبدأ. عايز اقول كمان مهم قوي، لان دي مشكلة حصلت لي وانا بعمل الباسورد في الاول، يبقى الباسورد معقد شوية، يعني مثلا يبقى باسورد انا رجعت غيرته حصل مشكلة فغيرته، يعني مثلا حاجة تبقى فيها ارقام وحروف وكابيتال وسمول وفيها مثلا حاجة زي ات وهكذا، يعني يبقى ايه حاجة مركبة فيها كذا حاجة عشان ما يرجعش يعمل لك مشكلة. طيب هنا فتح ويلكم تو اريز بيزك، وفتح الويلكم سكرين كده بتاعت اريز. بنلاحظ هنا ان في اريز بيزك توتوريال، خلينا نشغله كده نشوف الفيديو التوتوريال او اللانشر. هلاقي مجموعة من التوتوريالز اللي ممكن نشتغل بيها، نتفرج نشوف هيخلينا نشتغل ازاي. زي ما احنا شايفين كده ده بداية التوتوريالز بتاعت اريز. احنا اللي هنعمله بقى في الشوية اللي جايين هو ان هنتفرج على التوتوريالز دي اللي بيقدمها اريز نفسه، لان هي توتوريالز كويسة جدا، وهنترجمها نمشي وراه ونبدأ نفهم منه كيفية التعامل مع اريز حاجة واحدة واحدة. ده طبعا توتوريالز متخصصة من شركة اريز نفسها بحيث انها تعرفك ازاي تتعامل مع اريز اسينشنز، يعني اريز اللي هو بيزك. وبعد كده لو قدرنا نتجاوز ده هيبقى سهل ننتقل منه للادفانسد ان شاء الله. زي ما قلت هنستعين بالتوتوريال الرسمي اللي جاي من اريز نفسها، اريز بيزك لانش ويبينار، والرابط بتاعه ممكن ببساطة استخلصه وابعته لكم. كليك يمين على الفيديو كوبي فيديو ادريس، ولو فتحناه على اي يو ار ال كده تلاقيه اتفتح لوحده. طيب هنبدأ يعني هنعتمد في الشرح بتاعي على الفيديو ده، ومن غير ما نخش في تفاصيل ممكن تتفرجوا عليه بشكل مستقل. في جملة لطيفة جدا في الفيديو ده في بداياته كده بيقول لك if you can't describe what you are doing as a process، لو معرفتش توصف اللي انت بتعمله كعملية تحوله لعملية، يعني في فكرة في دماغك حاجة عايز تعملها، طول ما هي مجرد فكرة في دماغك وبتقولك كلام كده ما وصفتهاش لبروسس لعملية لمراحل، you don't know what you are doing، انت مش هتعرف انت بتعمل ايه، يعني انت بقى بتقول اهو بس الحقيقة انت مش عارف انت بتعمل ايه رغم ان انت عارفه بتقول، بس حقيقته او تفاصيله او استيعابك الكامل ليه هتحصل لما تحوله لوصف، لديسكرايب وصف تفصيلي. ده مقولة دبليو ادوارد ديمينج. لو فتحنا الاريز بيزك هنا ويلكم تو اريز بيزك، هنلاقي فيه الاربعة دول كانوا موجودين من بداية
طبعا هو ويب بيزد ابلكيشن يعني، او يعني ابلكيشن مبني على الويب يعني بلاتفورم كامل، مش ما بتنزلش البرنامج، بتعمل كله اونلاين يعني. فهنا الاقي الايكون حساب بتاعي هو ايه. الاربعه دول كانوا موجودين من الاول، اضاف عليهم يوز كيس بيزنس اند انيوجوال از انيوجوال، ده اضافت عليها مؤخرا. هنا الفيفوريتس طبعا، لو في اشكال معينه او سيتنجز معينه انا بحب اشتغل بيها طبعا، ده لسه اول حاجه بفتحها في الحساب ده، ففاضيه لسه. وكمان عندنا فوق زي داشبورد كده او ابلكيشن لانشر، لو فتحتها هلاقي مجموعه من ال من المهام ومختص بيها، سواء فيو بشكل عام او المصممين اللي هيصمم التشارتس والشغل التوصيف العمليه، او المديرين، او الليرن جزئيه النو هاو الخاصه بالشغل. بنلاقي هنا مجموعه توتوريالز تفتح تلقائي كده، بتتكلم عن العمليات المختلفه اللي ممكن تعمل بيها اختصارا على ارز. نقفل كده ونفهم، نرجع تاني للعمليه دي ممكن نبدا ازاي. اول بدايه لينا احنا بنشتغل كتوصيف عمليات، او ان احنا نرسم شارتس معينه بتوصف عمليه ل او موديل معين، بنبدا من اديت، من كرييت موديل. فبنلاقي تاني ويند بتفتح لنا بروسيس لاندسكيب، ولا بي بي ام ان بروسيس، ولا ايفن درايفن بروسيس تشين، ولا اورجانيزيشنال شارت، ولا سيستم دياجرام، ولا داتا موديل، ولا استراكشرنج موديل. وهنبدا نشتغل دلوقتي.